صبحكم الله بالخير مشاهدينا في صباح جديد من برنامج صباح الشرقية. طبعا موجودين حلقة جديدة وموقع جديد مشاهدينا انطل فيه عليكم من هذا او من حديقة كورنيش مدينة كلباء او حديقة الشاطئ. طبعا مشاهدينا اخترنا لكم اليوم مدينة كلباء لتكون ان شاء الله حلقتنا من او طل من حديقة او من مدينة كلباء، نبرز الجماليات اللي موجودة في هذه المدينة، وحلقتنا بتكون ايضا عن هذه المدينة وخاصة عن حديقة الشاطئ أو حديقة الكورنيش. وصبحك الله بالخير يعقوب. صباح النور عائشة، ونصبح عليكم مشاهدينا الكرام بكل خير في حلقة جديدة من برنامج صباح الشرقية. ومثل ما ذكرت عائشة صحيح، اليوم في احنا في موقع جديد في مدينة كلبة، وراح نسلط الضوء إن شاء الله على مدينة كلبة والأماكن السياحية اللي فيها. أكيد، واخترنا يعقوب اليوم تكون حديقة الشاطئ أو كورنيش مدينة كلبة. طبعا السبب لاختيارنا نقدر نقول هذا المكان لمهرجان الزهور السابع اللي يقام سنويا على هذه المدينة أو هذا الكورنيش. طبعا مهرجان جدا رائع، افتتح أو كان الافتتاح يوم الأربع، كان في أنواع جميلة أو حتى أشكال متنوعة من الزهور، على نقدر نقول مثل ما نشوف الحين على الشاشة أشكال متنوعة، جهات مشاركة سواء كانت مدارس، حضانات، رياض أطفال، جهات حكومية. نعم. نقدر نقول شراكة مجتمعية، كلهم يشتركون لإبراز أجمل الفعاليات الموجودة في من على هذا الشاطئ أو هذا الكورنيش، إلى جانب وجود عرض المسرحيات وغيرها. طبعا هي تكون الافتتاحية. نعم. أو نقدر نقول هذا المهرجان يفتح أبوابه من العصر لحد الساعة 10 مساء. نعم. نعم صحيح، يمكن عاش حتى المكان جميل للزوار، خلنا نقول للعائلة بشكل عام، خلنا نقول الأطفال ممكن يستمتعون في هذا المكان الجميل المليء بالورود. نعم، يعني هناك في نقدر نقول انواع حتى نادره من الزهور، شركات متخصصه لعمل مثل هذه الاشكال، مثل اذا مثلا عدي نراوي مشاهدين الحين هذه الاشكال، ايضا ديزاينات مختلفه مثل ما نشوف سيارات موجوده في عمق الزهور، يعني يعطيهم العافيه الجهات المشاركه في هذا المهرجان. طبعا مشاهدينا نتمنى زيارتكم لهذا المهرجان والاستمتاع بالاجواء اللي يتميز فيها هذا المهرجان، الى جانب ايضا هنالك مكان مخصص للالعاب، يعني نعم. العائله لما تي يعقوب مثل ما ذكرت بامكانها مثلا تتجول في هذا المهرجان ووضع اطفالها في الاماكن المخصصه للالعاب. نعم. ومثل ما نشوف ايضا ما شاء الله زيارات بدت او اصبحت يعني او جاءت مثل ما نقول، عندنا مدارس موجوده لتعريف الاطفال وتعريف الطلاب بهذا المهرجان. نعم. والحين يعقوب مشاهدينا خلينا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. كلباء مدينة خضراء تتمتع بالجمال. الأبناء وتحمل المسؤولية علاقة تبدأ منذ الصغر. أجدادنا خير وبركة، ملتقى يجمع جيلين. مشاهدينا بعد ما عرفنا عناوين حلقتنا اليوم، طبعا حلقتنا اليوم بتكون مخصصه عن مدينه كلباء، الى جانب نقدر نقول الفقره التوعويه الاسريه للاباء والامهات. وصلنا مشاهدينا لفقره الاخبار، اول خبر عندي من صحيفه الامارات اليوم، طبعا اخبارنا اليوم بعد خفيفه، الصفحه الرابعه. القافلة الوردية قدمت فحوصا مجانية ل 41 ألف شخص في الدولة. استفاد من خدمات فحوص الكشف عن مرض سرطان للقافلة الوردية منذ إطلاقها عام 2011 41,391 شخص سواء كانوا ذكورا وإناثا. يعني هذه القافلة الوردية يعقوب ومشاهدينا هي قافلة انطلقت من إمارات الشارقة بتتجول أو تتجول جميع إمارات الدولة والمدن التابعة لها بحيث يستفيد منها الأشخاص سواء كانوا ذكورا أو إناثا. الجميل من هذه القافلة تقدم فحوصا مجانية، يعني الشخص مثلا الفحوص المجانية تقريبا نقدر نقول يدفع لهذه الفحوص 250 درهم إلى 1000 درهم. هذه طبعا القافلة الوردية جميع فحوصها مجانية، يستفيد منها سواء كانوا الذكور والإناث. نعم. طبعا هنالك مشاهدينا جدول مخصص لكل إمارة وكل مدينة يزورون هذه الإمارات، وبإمكان أي شخص أنه يروح إلى هذه القافلة وطبعا يستفيد من عمل هذه الفحوصات المجانية. نعم جميل، يمكن عاش خلنا نقول الوقاية خير من العلاج. صحيح. نعم. دائما الوقاية خلنا نقول جانب مهم في حياتنا، دائما كل شخص لابد انه يفحص نفسه خلال
كل فترة معينة. أكيد أكيد. أما خبرنا الثاني من صحيفة أيضا الإمارات اليوم الصفحة الثامنة، إنجاز محطة رفع مياه الصرف في خرفكان. انتهت دائرة الأشغال العامة في الشارقة من تنفيذ الإجراءات والإنشاءات المدنية وأعمال محطة رفع مياه الصرفيين الصحي والسطحي في منطقة المديفي بمدينة خرفكان بكلفة 20 مليون درهم. طبعا أن تنفيذ هذا المشروع جاء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. طبعا أجروا الدراسات الأولية، وقد تم إجراء نقدر نقول دراسة أولية في هذه المناطق أو في مدينة خرفكان، وكانت هنالك عقود لعمل صيانات وتطوير سواء كانوا في الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وتم تسليمه إلى بلدية خرفكان. طبعا هذه الصرف الصحي نقدر نقول من مدينة خرفكان جاءت أو عملية تطويرية، لأن مثل ما شهدنا أن في مناطق معينة مدينة خرفكان يكون فيها منسوب المياه، خاصة عند هطول الأمطار منسوب عالي. طبعا هذه نقدر نقول الأجهزة أو هذا الجهاز أو الصرف الجديد هو بسعة 920 لتر لكل ثانية، ومحطة رفع مياه الصرف الصحي بسعة 150 بحيث تغطي المتطلبات الحالية، وبتكون هنا أيضا هنالك إن شاء الله في توسعات مستقبلية. نعم. نقدر نقول من هذه من ضمن الأشياء التطويرية لمدينة خرفكان، حتى أن يعني هذه المحطة بتكون إلى جانب وجود مساحات خضراء، مظلات نقدر نقول وقف السيارات أو مكان لوقف السيارات، أيضا نقدر نقول من أحدث الأجهزة الموجودة من ناحية الصرف الصحي، كلها تخدم أبناء مدينة أو نقدر نقول مدينة خرفكان. نعم جميل. وبالنسبة للأخبار اللي عندي عايشة من صحيفة الخليج، استشار الشارقة يوصي بعدم احتساب دخل الزوجة عند طلب المساعدة المالية. أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالنظر في عدم احتساب دخل الزوجة ضمن الأسرة عند التقدم لطلب المساعدة المالية، والتدقيق على الحالات والبيانات كافة المحالة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بخصوص الغارمين، ليكون الصرف في محله وفق اللوائح والقوانين. وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المجلس يوم الخميس الماضي وترأستها خول الملة رئيس المجلس. يمكن بادرة جميلة حقيقة، دائما يمكن المجلس الاستشاري ينظر إلى الأسرة خلنا نقول بكل اهتمام عائشة، وبكل فئاتها يعني مثل ما ذكرنا للأطفال، للمسنين، لليافعين، للشباب، للأمهات أيضا. أكيد دائما المجلس الاستشاري يضع الجدول أو الأعمال على الطاولة وأكيد لمناقشتها، وهي من ضمن الأشياء الجميلة واللي تفيد المرأة بالتحديد. نعم صحيح. ممكن خلنا نقول الأسرة هي ركيزة مهمة جدا في المجتمع. أكيد. كل ما اهتمت الحكومة بالأسرة خلنا نقول راح يكون مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة خلنا نقول في المراكز المتقدمة. إن شاء الله. طبعا وبالنسبة للأخبار الرياضية مشاهدينا الكرام، الأهلي يعرقل المتصدر الجزيرة. فاز الأهلي على ضيفه الجزيرة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب استاد راشد بدبي في ختام الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين. وارتقى الفرسان بعد هذا الفوز إلى 44 نقطة مقلصا الفارق إلى 6 نقاط بينه وبين المتصدر الجزيرة الذي يحمل رصيد 50 نقطة. يمكن مباراة الأهلي أمس والجزيرة أنا أحد المشاهدين لهذه المباراة عائشة. مباراة كانت جدا جميلة، مباراة كان يعني الجانب الإثارة حاضر في هذه المباراة. نعم أكيد طبعا. لكن إذا أمس لا قدر الله فاز الجزيرة كان دوري الإمارات كان راح يحسم نوعا ما، لكن الأهلي عاد الإثارة إلى دورينا. نعم وكل التوفيق أكيد لكل الأندية. نعم. طبعا بعد الأخبار مشاهدينا الكرام ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية.
شاهدنا درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرقية اليوم عايشة، كانت زخات المطر حاضرة في إمارة كلباء. نعم. في الصباح الباكر الجميل جدا كانت هذه الأمطار، جميل جدا كان الجو في الصبح. أنا ما لحقت بصراحة على الجو، هو كان تقريبا من الساعة 6 للساعة 7 في مدينة. نعم. كلباء بالفعل تقريباً. شهدت مدينة كلباء أجواء جدا جميلة، أجواء ماطرة، والله يدوم إن شاء الله هاي الأجواء جميلة وأيضا الماطرة إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة ورحمة إن شاء الله. إن شاء الله. نتكلم عن موضوع حلقتنا اليوم يعقوب اللي هي المحبة. نعم. شو رايك بالمحبة؟ طبعاً خاصة بما أن اليوم نتكلم عن الأسرة. نعم. طبعاً المحبة عاشة دائماً خلنا نقول من الله سبحانه هي. وتعالى، ويمكن خلنا نقول شيء فطري في الإنسان غير مكتسب. نعم. الفطرة قصدي المحبة، الحمد لله رب العالمين، دائماً كل شخص لابد أنه يكون جانب المحبة موجود في حياته، سواء كان مع أسرته، مع أصدقائه، في عمله. الحمد لله رب العالمين، حتى ديننا الحنيف يحثنا على المحبة. أكيد. أفشوا أكيد. السلامة بينكم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال. نعم. فالمحبة جانب جدا مهم في حياتنا، وكل شخص حريص أنه يكون يعني حتى يكون سمعته طيبة. أكيد. الناس تحبه، دائما الناس تطري بالخير، فالمحبة الحمد لله رب العالمين جانب جدا جميل في حياتنا. كلامك هذا يقودني أيضا إلى مثلا نقدر نقول إلى زيادة، مثلا الأشخاص أحيانا نحن نحكم على الأشخاص من أشكالهم. نعم. فتعرف يعقوب في أحيانا الأشخاص هم اللي يثبتون عمارهم من ناحية المحبة، هم اللي يحببون عمارهم للأشخاص اللي موجودين ويجبرون. نعم. الأشخاص أنهم يحبونهم. مثلا في سبيل المثال، مثلا لما نشوف شخص نقول هذا شكله ما يطمن، لكن هو الشخص بالفعل كشكله ممكن صحنا ما يطمن، لكن من داخله هو انسان ينشر المحبه، انسان. نعم. اكيد يدعو الى المحبه والناس في الاخير تحبه. صحيح. واحنا دائما ما نحكم على الشخص من اول نظره، ما يسمى هذا الانطباع الاول. يسمى دائما انت ممكن الشخص بعد تعاملك معه تكتشف ان هالانسان طيب، هالانسان محب، هالانسان خير، او ممكن يقدم لك شر. فالانطباع الاول دائما احنا ما نحكم على الانطباع الاول. عايشة. نعم. نعم. ومن ضمن الاشخاص اللي يحكمون على الاشخاص من اول نظره؟ لا طبعا، لابد اني اتعامل تعاشرهم. لازم اعاشر، لابد اتعامل معهم، اروح وارد معه على حسب احكم على الشخص نفسه. نعم اكيد. والحين من المحبه مشاهدينا لاول فاصل من حلقه اليوم، وبنرجع لاستكمال حلقتنا، خلكم ويانا.